بسم الله بالابن والروح القدس للواحد امين. تحل نعمته بركته على ارواحنا جميعا امين. انجيل النهارده بيتكلم عن الاستعداد لمجيء الرب الثاني، واحنا دايما كلمه الاستعداد بتيجي على طول في كل كلامنا، استعد للقاء الهك. هل احنا مستعدين للقاء ربنا ولا لا؟ عاموس النبي بيقول الكلام ده، استعد للقاء الهك، يعني هيجي يوم من الايام هتجابني، يعني هتجابني. اليوم ده مفهوش مفر ابدا. طب مستعدين نقابل ربنا ولا لا؟ احنا بنستعد لحاجات كثيره جدا. يعني مثلا انت لما تكون مسافر بتحضر باسبورتك من بدري، والتاشيره اللي ماشي بيها البلد اللي ماشيها، وتحول فلوسك، ومش عارف تقطع التذكره، لانك لو مشيت المطار ومعكش باسبورت هيرجعوك، مش كده؟ يقول لك فين الباسبورت بتاعك. اذا احنا لازم نستعد لحاجات كثيرة احنا يا جماعة، لكن عند السماء مش بتستعد. النهاردة لو عايز تجوز ابنك بتستعد انك انت تجهز له من قبلها بستة شهور، تحجز الكنيسة وتشوف المعازيم والكروت والطبابيل والزمامير، مش كده؟ والعشاء والحفلة والديسكو، مش ديسكو، انت تجيبوا ترانيم، ها؟ وبعدين تجيبوا الحاجات دي كلها تحضروها قبلها ستة شهور. وبعدين ايه لو عايز تعمل عملية يحضروك قبلها بكم يوم، باسبوعين، تعال قيس الضغط، وتعال شوف السكري، وتعال نعمل لك تحاليل واشاعات ومش عارف ايه، وتحليل دم، شوف عندك دم ولا لا، كده مش كده الحاجات دي. طيب وبعدين نيجي عند السماء مش مستعدين. عشان كده يقول الكتاب ايه، المسيح بيقول من فمه: يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه السماء ام علامات الازمنه فلا تعرفونها. يعني انت بتعرف السماء النهارده تقول شكلها محمر كده، لا ده في شتاء. وبعدين تقول النهارده في غيم، تعرف ان النهارده غيم في مطره. بص كده على الموبايل يقول لك النهارده في ثلج من الساعه 11 الصبح ل6 المساء، وفعلا نطلع كده. بنعرف نميز علامات السماء، لكن علامات الازمنه ومجيء ابن الانسان مش بنعرف نميزها. لما يقول المسيح جاي وقبل ما يجي في اوبئه وفي مجاعات وفي زلازل وفي حروب وفي حاجات زي كده، ولكن بالرغم من ذلك احنا مطنشين وعارفين العلامات جات والمجيء الثاني جاي، لكن برضو مش بنستعد. خليك مستعد دايما في اربع حاجات. اولا خليك مستعد وصدق، وخليك مستعد واسهر، وخليك مستعد واكنس، وخليك مستعد واخدم. يعني ايه؟ اولا خليك مستعد وصدق. هل انت مصدق ان المسيح هيجي يوم من الايام على سحب السماء ومع الملائكة والقديسين والابرار، ياخذ الابرار للسماء والاشرار يوديهم النار؟ انت مصدق الكلام ده ولا لا؟ هل انت مستعد ان الابرار عندهم حياة ابدية لا تنتهي، والأشرار عندهم نار لا تطفأ، وده كلام ده للأبد، مش سنة ولا اثنين ولا عشرة، ده سنين ليس لها عدد. هل أنت مصدق إن عمرك ده في يد ربنا ولا مش مصدق؟ هل أنت مصدق إن حياتك بين يدي الله في أي وقت ممكن ياخد نفسك ولا لا؟
طبعا هتقول لي انا مصدق كويس. اوكي انت مصدق، لكن انت مصدق وماخد الكلام ده كمعلومه، لكن هل الكلام ده شاغلك؟ هل الكلام ده بتفكر فيه كل يوم انك يوم من الايام هتموت وهتقابل ربنا ولا لا؟ انت بتشوف كل يوم ناس بتموت بذمتك كده، حضرت كام جنازه السنه دي او السنه اللي فاتت؟ كم جنازه حضرتها؟ وكم صندوق كان هنا على باب الكنيسه على باب الهيكل؟ هل انت مصدق ان ليك يوم وان الدور جاي عليك، ان صندوقك هيكون هنا والناس هتصلي عليك وفي ناس هتحضر الجنازه بتاعتك؟ ولا ان الكلام ده انت مطنش خالص؟ مصدق الكلام ده ولا لا؟ هل انت مصدق ان اللحظه اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي انه الجحيم شغال؟ صدق ان اللحظه اللي احنا قاعدين فيها دي انه النار شغاله وفي ناس بتصرخ وفي ناس بتكورك وفي ناس بتقول طلعوني من هنا باي شكل، وفي ناس عمالة تقول يا جماعة ولو أتوب 5 دقائق بس تو ليت. هل أنت مصدق إنه في نعيم دلوقتي شغال، فردوس شغال، إنه الناس الأبرار فرحانين مع ربنا، ولا أنت مش مصدق الكلام ده؟ هل أنت مصدق إنه ربنا مش هيجاملك على باب السماء أبداً؟ ابدا مش هيجاملك على باب السماء. كاسر وصيه هتودي النار، ابدا مش هيقول، هتقول له عشان خاطر دخلني السماء، يقول لك احنا متفقين متفقين. اللي يكسر وصيه هيروح النار. هل انت مصدق ان ربنا يكره الشر؟ اذا انت مصدق ان ربنا بيكره الشر عمرك ما هتعمل خطيه ولا شر، بس انت مش مصدق او مصدق ومطنش. هل انت مصدق ان ربنا هيجي من الايام يوم من الايام، يا اما هيجي على السحاب يا اما انت هتنشيله يوم من الايام؟ هل انت مصدق ان ربنا قال انه هياتي يوم الرب كالمخاض للحبلة؟ يعني ايه مخاض للحبلة؟ كلكم ستات وكلكم جبتوا عيال، انت لما النهارده حامل عارفه نفسك حامل، وعارفه نفسك انه بطنك بتكبر كل يوم، وعارفه نفسك بانك انت هتولد يوم من الايام، وبعدين تيجي تقولي ايه؟ فجأة جاني الطلق او جاني الوجع، مش كده؟ هي فجأة جاك الطلق او الوجع، لكن مش مفاجأة. ليه؟ لأنك أنت عارفة أنك حتولدي حامل عشان حتولدي. إذا الطلق يجي فجأة لكن ما يجيش مفاجأة، ده المسيح قال كده. أنت عايش عشان حتموت، عايش عشان يوم من الأيام حتموت. يقول لك فلان مات فجأة، أيوه هو مات فجأة لكن مش مات مفاجأة. مفاجأة يعني إيه؟ هو عارف نفسه عايش عشان يوم من الايام حيموت ويسيب الدنيا دي. طيب عايز تعرف عمرك جرب ولا لا؟ اوريك عمرك جرب ولا لا. خلي بالك اذا عندك الحاجتين دول يبقى انت عمرك جرب انتهي. اولا يا اما عندك مرض يا اما عندك شيخوخة، والحمد لله كلنا عندنا المرض وكلنا عندنا الشيخوخة. مين فينا النهارده ما عندوش مرض؟ كلنا عندنا مرض. مين النهارده في جيبه ما فيهوش حبوب؟ فين في حد من الستات جيبها ما فيهاش، في شنطتها ما فيهاش حبوب؟ وانت يا راجل ما خدتش ادويتك قبل ما تيجي؟ اذا الادويه اللي اداها لك الدكتور بتقول انه انا الطب عمال يزق عمرك زق، انت ماشي بالزقه، لكن كطب انت عمرك الافتراضي انتهى، بس انت ماشي بالادويه. اذا انت عندك مرض، طول ما انت عندك مرض نشكر الله ايامك جربت. الشيخوخه
نشكر الله ولا واحد فينا شعره أبيض أسود، كلنا شعورنا إيه؟ أنت شعرك أسود؟ أنت صبغاء مش كده؟ كلنا شعورنا نشكر الله بيضة، واللي شعره هنا مش أبيض صبغه، ونشكر الله كلنا هنا إيه؟ سنوننا واجعة، واللي عنده سنون مركب طقم في الغالب. نشكر ربنا إنه الشيخوخة عند كل حد فينا، كلنا ركبنا وجعتنا، كلنا ظهرنا مش عارف عامل إيه، وكلنا في الهوى سوا، ومعناه إحنا خلاص ماشيين وجربنا نمشي. صدقوني أنا أعرف واحد عيان، وبعدين الدكتور قال له أنت قدامك 6 شهور وحتموت، والراجل ده عاش 6 شهور وسنة وعاش 2 سنين، وكأنه ربنا رجع في كلامه وقال لا ده مش مستوي، أنا حديله فرصة لحد ما يستوي ويرجع، لكن كطب لا، الراجل ده مفروض يموت بعد 6 شهور. إذن بالنسبة لعمرك انتهى. في واحد يقول الشيخوخة، واحد يقول أنا بس لو ربنا أداني 70 سنة عمر أشكره، وتلقى ربنا أدك 70 و75، وممكن ربنا أدك 80، لكن مين هيعيش فينا 100 سنة؟ ما افتكرش. خلاص احنا جربنا، مين أصغر واحد فينا دلوقتي؟ مش أقل من 70 سنة، مش كده؟ احنا بنقول شباب فوق 60، لكن بعد كده هنغيرها شباب فوق 70، مش كده؟ كلنا خلاص عجزنا وكركبنا، وكل واحد يقول ايه اللي هيعيش 80 واللي هيعيش 90. طيب ازاي اعرف نفسي انا مستعد ولا مش مستعد؟ اول حاجة عرفت انك انت جربت تموت، لانك عندك حاجتين، اولا المرض، ثانيا الشيخوخة. طيب عايز اوريك انت مستعد ولا مش مستعد. النهاردة لو جاك ملاك وقال لك يا عم فلان هتشرف عندنا النهاردة في السماء، وطنت فلانة النهاردة هتشرفي عندنا في السماء، لو جالك او جات لك فكرة من 2 يبقى انت مستعد. لما الملاك يقول لك هتشرف معانا في السماء تقول ايوه كتر الف خيرك يا رب، هشوفك وهشوف السماء وهشوف الملائكة والقديسين، امتى رب تاخدني؟ هانت خلاص جربت امشي، يبقى انت مستعد. او تقول يا رب صراحة انا مش مستعد، لكن لو مشيت عندك ارحمني كعظيم رحمتك. لو جاك الفكرتين دول يبقى انت مستعد. والكلام ده حطتهن كنيستني الحلوة في صلاة الغروب، لما يقول ايه الان يا سيدي تقلق عبدك بسلام، خلاص انا عايز امشي السماء واشوفك يا رب. وحطتهن في صلاة النوم، هو ذا انا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعدا من كسر الذنوب. إذا الكنيسة حطت الفكرتين، إمتى أشوفك يا رب اطلق عبدك بسلام، والفكرة الثانية بصراحة ربي أنا خايف أقف قدامك لو أنا مشيت دلوقت. إنما إمتى تكون مش مستعد؟ لو جاك الملاك وقال لك يا عم فلان النهاردة هتشرف معانا، ويا ماما فلانة النهاردة الملاك حيجي ياخدك، تكون مستعد. إذا جاتك فكرة إيه هو ده؟ وش معنى اللي تاخدني يعني؟ ما في ناس عايشة يعني 80 سنة، ما تاخد طنط فلان اللي عمرها 80 سنة، ماخدني أنا ليه اللي أنا لسه ما جبتش 60 ولا 65، وليه تاخدني أنا وأنت يا عم فلان تقول ما في ناس أكبر مني ماخدني أنا ليه؟ إذا جاتك الفكرة دي يبقى انت مش مستعد. او تيجي تقول اشمعني انا، ما في ناس عايشة 80 و90 و100 سنة، وانا بقى انا لسه قدامي 60 ولا 70 سنة. او لو جاتك فكرة ليه تاخدني يا رب؟ انا لسه ما اتجوزتش البنات، انا عايز اطمن على البنات ما اتجوزتهمش، ولا الاولاد ما اتجوزتهمش، خليني اعيش لحد ما اتجوزهم، يبقى مش مستعد. او تقول انت خليني اخلص المشروع الفلاني او المشروع العلتكاني، لسه ما بنتش الشقة اللي مش عارف ببنيها في مصر ولا فين. اول ما يجيك الشعور ده تعرف انك انت مش مستعد ابدا. اذا خليك مستعد،
اول ما تشعر ربنا يقول لك هاخدك النهارده، فكر في فلوس، تفكر في عيال، تفكر في مشاريع، تفكر في انجازات، انت مش مستعد ابدا. انما لو فكرت اشكرك يا رب عشان هتاخدني واشوفك واشوف السماء، ولكن بصراحه انا خايف اقف قدامك، ابقى انت مستعد. ابقى اول حاجه خليك مستعد. تاني حاجه اسهر. اسهر يعني ايه؟ خليك سهران باستمرار. ربنا من تواضعه قال انا حاجي زي الحرامي. ربنا شبه نفسه بالحرامي فقال انا حاجي زي الحرامي. النهارده لو جالك وقالوا لك النهارده في حرامي هيجي لك، هتنام الليل؟ ابدا، هتكون سهران عشان الحرامي ده ايه هيجي لك. اذا المسيح بيجي زي الحرامي، يا اما هو هيجي زي الحرامي على سحب السماء وياخد نفسك مع الملائكه، يا اما انت هتمشي له كده وياخد روحك زي الحرامي، ياخد روحك ويطلع بها السماء. وبعدين يقول ما اقوله لكم اقوله للجميع. الكلام ده كان بيتكلم مع التلاميذ، قال لهم حكايه السهر ده مش لكم انتوا بس يا تلاميذ، لكل الناس. عايز تدخل السماء اسهر. اسهر يعني ايه؟ يعني كل الناس لازم تسهر. هل انا ممكن اقول انا ابونا مش هدخل السماء وانا مش سهران على خلاص نفسي؟ لا ابدا، حتى لو وعظت من النهارده لبكره وانا مش سهران على خلاص نفسي مش هدخل السماء. حتى لو عملت ذبيحه مش سهران على خلاص نفسي وابديتي، عمري ما ادخل السماء. كلام ده لابونا، كلام ده للشماس، كلام ده للخادم، كلام ده للاسقف. تذكر الاسقف بتاع ملائكه الكنائس السبعه لما ربنا قال له اذكر من اين سقطت وتب والا سوف اتي وازحزح منارتك من مكانها. توب احسن لك، احسن هوديك النار. كلام ده للاسقف نفسه. اذا انا لا حيفيدني الوعظات اللي بوعظها دي لان مش هتدخلني السماء، ولا الشماس حيفيده الالحان اللي حافظها دي لانه مش هيسمعوا له الحان على باب السماء، ولا الخادم حيفيده خدمته اللي خدمها طول حياته لانه خدمه من غير حب من غير توبه برضه مش فايده. ولكن ان ما فيش ثمر وكل دقيقه والتاني تقول يا رب ارحمني. يعني ايه اسهر؟ اسهر يعني حاجتين، اولا صلي، ثانيا توب. صلي يعني ايه؟ صلي باستمرار. داود النبي بيقول اما انا فصلاه. صلي انت في الشارع، قول يا رب ارحمني انا الخاطئ. انت في العربيه صلي من فضلك، انت بتتقلب على السرير صلي. حتى لو ما جاك نوم او ما جاك نوم قلقانين، قوموا صلوا بالاجبيه، هتلاقي الشيطان اتغاظ منك وخمدك ونمومك. ليه؟ عشان انت قمت تصلي. قوم صلي وانت على سريرك، صلي وانت في المطبخ، صلي في اي وقت. هي اسمها ايه؟ الاستعداد. اذا الصلاه، اسال نفسك هل انت بتصلي ولا لا؟ اسال نفسك كم ساعه بتقضيها في التلفزيون؟ كم ساعه بتقضيها على التلفون؟ كم ساعه بتقضيها في الفيسبوك وفي النت وفي الواتساب وفي الرسائل؟ كم ساعه بتقضيها في الزيارات؟ كم ساعه بتقضيها في اليوم مع ربنا؟ وكم ساعه بتقضيها في اليوم مع الناس؟ هتلاقي ربنا ما اديتوش نص ساعة كلها في اليوم. عشان كده يا أحبائي التوبة، إذا أول حاجة صلي، تاني حاجة توب. التوبة معناها تغيير اتجاه. أنت ماشي شمال على الجحيم، من فضلك توب وغير مسارك ويمشي على اليمين. دي التوبة. التوبة معناها قال لك ربنا هو ذا أمامك طريقين، طريق الحياة طريق الموت. زي انت ماشي كده في شارع بعدين لقيت مفترق طرق، طريق فيه يافطه مكتوب عليه يؤدي الى الجحيم، والطريق الثاني فيه يافطه عليه مكتوبه يؤدي الى النعيم والسماء. تقوم انت بهبلك بعبلك بعبطتك تقول لا انا ماشي هاخد الطريق الشمال ده وماشي طريق جهنم، وتمشي وتركب في طريق جهنم وانت ماشي.
ماشي وماشي في طريق جهنم. تيجي على باب السماء، ربنا يوديك جهنم، تقول له لا 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 وديني السماء، يقول لك يا ابني ما انت اخترت، انا كان قدامك طريقين، طريق السماء طريق الجحيم، انت اللي اخترت الجحيم، اعمل لك ايه؟ خلاص الموضوع خلاص خلص. اذن يا احباء، التوبة هي اخذ قرار. يعني ايه اخذ قرار؟ يعني لازم حتوب، يعني حتوب. زكى العشار اخذ قرار، قرار مش هتراجع عنه. يا رب ها انا اعطي نصف اموالي المساكين، وان وشيت الانسان ارد له اربعة اضعاف. قرار الخطية دي لا يعني لا، الوقفة دي تاني لا يعني لا، النظرة دي لا يعني لا، النميمة اللي بيجت، الإدانة اللي بيجت زي اللبانة في خشم كل واحد فينا لا يعني لا، هو دي التوبة، هو ده أخذ القرار. أحبائي القرار التوبة إن أعصرتك عينيك أقلعها، قرار التوبة إن أعصرتك يدك اقطعها، إن أعصرتك رجلك اقطعها، كلام في قطعه وفي بتر وفي شيل عين، كلام يخوف عشان تكون جادي. احنا ليه مش بنتوب يا جماعة؟ لان احنا مش شايفين جهنم قدام عيننا. احنا لو شايفين جهنم قدام عيننا وشايفين الناس دلوقتي بتصرخ وتولول وعمالة تتحرك بالنار، احنا هنتوب. لكن احنا مش شايفين اليوم ده ومش شايفين جهنم ابدا. عشان كده يا احبائي التوب يعني ايه؟ يعني خليك زي العروسة اللي هستقبلها عريسها على باب السماء. المسيح قال انا حاجي زي العريس. يعني ايه عريس؟ عريس عايز يستقبل عروسته، عروسته لازم تكون جاهزه، النفس البشريه دي. عارفين العروسه لما تيجي طالعه لعريسها لو قزقوصه كده على الجلابيه يقطعوها لها، لو شعرايه نازله كده يعملوها لها كده، عروسه متجهزه لعريسها. عشان كده اول ما تيجي العروسه دي النفس البشريه طالع للعريس بتاعها، يقوم العريس يشوفها كده مجهزة مهيئة، يقوم يقول ايه؟ من هذه الطالعة من البرية؟ يعني ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ النفس البشرية الطلعة دي كأعمدة دخان، نفس بشرية طول عمرها كانت بتصلي معطرة بالمر واللبان، يعني كل حياتها توبة، وكل أزرة التاجر يعني فيها كل الفضائل من حب ومن تواضع، كل الفضائل دي. أول ما العروسة دي استقبلها العريس على باب السماء يقول لها إيه؟ ادخلي إلى فرح سيدك. أحبائي آخر حاجة استعدوا اكنس يا جماعة، ربنا عمال يقول لك استعدوا اكنس في السماء، وعمال يصرخ ويقول ما تحوشوش على الأرض، حوشوا في السماء. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يأتي سوس ويفسد وينقب السارقون ويسرقون، لكن أقول لكم اكنزوا كنوزا فين؟ في السماء حيث لا يأتي سوس ولا صدى. طيب أنت اسأل نفسك سؤال، محوش على الأرض ولا محوش في السماء؟ كانز على الأرض ولا كانز في السماء؟ تقول أسيب العيال، عيالك إيه اللي حسب لهم؟ عيالك حسب لهم ملايين من الاسترلين وحيتشكلوا عليه وحيود بعضهم المحاكم وحيتخاصموا مع بعض، ده اللي سبته لهم؟ يا عمي ورثهم محبة، ورثهم فضائل، ورثهم طهارة، بدل ما تورثهم فلوس يتشكلوا عليها. هل أنت بتودي فلوسك ولا لا؟ أنت النهاردة لما جيت هنا لندن معاك شوية فلوس كده في البيت، قلت لا انا اعملها ايه؟ اعمل لها ايه الفلوس دي في السودان ولا مصر؟ لا انا اشيلها اجيبها استرليني. حولت فلوسك هنا في لندن هنا عشان عارف انت هتعيش هنا في لندن. طب انت هتعيش في السماء، انت مش قاعد هنا. طب وديت فلوسك هناك ولا لا؟ يعجبني واحد راجل عجوز مشى امريكا شاب، وبعدين رجع من امريكا عاش في مصر، بس عاش في مصر رجع بعد 80 سنة، كان عمره 80 سنة، وبعدين شافوه ماسك كتاب التسبحة وداخل دروس التسبحة، قالوا له يا عم فلان عمرك 80 سنة بتتعامل تعلم تسبحة ليه؟ قال لهم بصوا أنا لما كنت شاب عمري 20 سنة عارف نفسي ماشي أمريكا، فأخذت كورسات إنجليزي عشان أقدر أتكلم
انجليزي في امريكا عشان ماشي البلد دي. خلاص انا رجعت مشيت بلدي، انا عارف نفسي عمري 80 سنه بعد سنه سنتين همشي من البلد دي وحمشي السماء. طب سالت على لغه السماء ايه؟ قالوا تسبحه. فانا بتعلم تسبحه عشان اللغه اللي هناك تسبحه، امشي على باب السماء اقول لهم انا مش عارف الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ايه. اذا الواحد يا احبائي يحول قروشه، حول حاجاته هناك. عشان كده يا احبائي النهارده لما يجي الواحد يمشي السماء، ايه اللي هتوديه في السماء؟ ايه اللي شايله معاك؟ هتدخل كده يد ورا ويد قدام ما معكش ولا حاجه، وبعدين مش عايز تدي المساكين ليه انت عشان تودي فلوسك السماء؟ اصله حراميه، اصله كساله، اصله متكلين، اصله مش عارف جايهم الفلوس بالساهل. انت بتقول الكلام ده ليه؟ عشان مش عايز تدي. اول واحد هيستقبلك على باب السماء هو المسكين الفقير. عشان كده في طريقين يا احبائي للسماء. في طريق صعب اللي هو المطنيات والصوم والصلاه ومش عارف ايه، ده طريق صعب. لكن تعال اوريك طريق سهل يدخلك السماء. ودي فلوسك للفقراء والمساكين. يقول لك على باب السماء تعال ادخل الى فرح سيدك، قل له يا ربي انا ينفع ادخل السماء؟ ده لا حفظت مزامير ولا حفظت تراتيل ولا قريت كتاب مقدس، ينفع ادخل السماء؟ يقول لك ايوه ادخل ادخل ادخل، لان جعت اطعمتني، عطشان سقيتني، عريان كسيتني، ادخل الى فرح سيدك. اذا يا احبائي يا ريت نعيش في الدنيا دي ان نكنس في السماء ليس في الارض. اخر حاجه اخدم الناس، يا ريت تخدم الناس. تخدم الناس لانه ربنا قال لك عيش على الارض خدام، ما تعيشش على الارض سيد. عيش على الارض انت تحت رجلين الناس، اوعى تعيش على الارض وانت فوق راس الناس. عشان كده ربنا اخر حاجه عملها واخر درس ادهولنا هو ايه؟ غسل الرجلين. التلاميذ كانوا لابسين صنادل، رجليهم ريحتها عفنه، شايلين طين في رجليهم وماشيين بين مزارع. قال لهم اقعدوا اقعدوا، قام جاب شط وجاب بشكير وقال لهم هغسل رجلين كل واحد فيكم. لما بطرس قال له يا رب اوعى تعمل كده، قال له يا بطرس لو ما عملتش كده ليس لك نصيب معي في السماء. فقال لكل واحد فينا اركعوا تحت رجلين الناس واخدموا الناس، دي هي اللي هتوديكم السماء. عشان كده يا احبائي ده درس اخير ربنا ادهولنا، كما فعلت انا السيد يجب انتم ايضا ان يفعل بعضكم ببعض. عشان كده يا احبائي هل انت سيد على الارض دي؟ تلاميذ لما تشاكلوا يوم من الايام والمسيح قال لهم انتم بتتشاكلوا ليه؟ اتريهم بيقولوا من الاعظم فينا؟ فقال لهم حسك عينك اسمع واحد فيكم يقول مين احسن واحد فينا. اللي عايز يكون عظيم يكون سيد الكل، اذا عايز واحد يكون عظيم يكون خادم للكل، اذا واحد عايز يكون عظيم او اول الصف يكون اخر الصف. هي دي العظمه، هي دي اللي تدخلنا السماء. احبائي نستعد كلنا، انا مش بهول عليكم لكن كلنا كبرنا وخلاص، يعني رجل قدام ورجل ورا. استعد من فضلك، استعد توب، واستعد اكنز، واستعد ايضا اخدم، واستعد ودي فلوسك السماء عشان لما تدخل السماء يكون عندك فرصه في ملكوت الله لالهنا كل المجد والاكرام في كنيسته من الان والى الابد امين.